معنا على قناة التاسعة كان كتب ربي نعنوع صح شريبتك صح شريبتك لبنى بيشادي عرفاوي مجد بالغيث بلال النساوي صادق حلواس رانيا التوبي احمد لاندولسي منال عمارة وفوزي بن كامرة ويحضر معانا زين العابدين المستوري مرحبا 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 والله نوفل تبكرنا ولتنشطوا عندك بنك احتياط اي اي بيان سور البارح انا معناتها كان حسيت بشويه قلق وتعبي خزين الحمد لله والله كان خير خير سلف سلف حسيتو عطيتو سلف حسيتو الاخير فيك لا فيه فوالا مثلا نشط لبنى ما غدوه رالي 27 لبستك خاطر جاه ربي مش الليله لا تسابخون روج ليه عاد عندي كان ذي بالله استنى نوفل خلينا نخطف روحي نبدلوا ايجا ما عنديش بس القدام العادي لا 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 عائلة واحدة شبيك صادق واحدة شيلي عائلة واحدة عائلة واحدة لبنى كيما خويا اتبدل لبنى عزوية عرفتوا اتبدل لبنى كيما قلاوة البي شادلي وي تحسك هذاك الكونترولور نتاع المترو والله تقول انا في رينج وشكون اللي مراسكي ويجي كونترولور كشادلي عرفت يستسلم بلال المساوي مراسكي وشاد وشادلي كونترولور فوالا مثلوها مثلوها تعرف تولي سمباتيك على شبيك انت شبيك شنو ما تنجمش تراسكي بليله شكون انا ما عمري راسكيت او يخزروا لي في كاميرا ما عمري راسكيت تتخبى تحت الكرسي ما يفيق بيك حد ما يفيقوش بيك انا ما راسكيش انا نخدم الدوله ونساعد انا حتى في قص تسكر يجيني الكونترولور شك فيا يقول لي راك مراسكي يودي هاي تسكرتي يعمل لي ليه مضروبه انت ترا انت بيدك المترو كي انا كي ندخل نمشي نطلع في الترا في المترو قص زوز تيكيت يجيني كونترولور نمد له تيكي كان ما لقيتهاش تيكي الاولى نمد له تيكي الثاني كان ما لقيتش تيكي الثاني نعطيه لابونمون اكيد عندك ابونمون اكيد عندك ابونمون يا ولدي السرعه نتاعكم منين؟ منين؟ نشكروا بحر مناسبات على الديكور المزيان نتاع اليوم موجود في ارينا رقم الهاتف 28507212 نمشيو الانتقام رمزي هل تعلم ونبداو معاكم في اضحك معنا هل تحلم الانتقام؟ انا اليوم مشيت للشاب ابتسام باش نقلقها دونك تبعوا بعضنا شو باش يصير ما هي عندها مشكله مع الاستفات والكلفازات ما قبلوهاش بالاستفات انا جايها باستفات الليله وشوفوا القلق معانا ابتسام بيب بيب ابتسام 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 هاي يا ابتسام هاي يا ابتسام 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 سامحيني يا ابتسام يا ابتسام يا خويا سامحيني مش شو اللي مطلت متاع الصباح يا رمزي تي صايب والديا متأكد تحب على السماع نحب على السماع متأكد باش نسامحك متأكد لا هو لا سماح ولا ربيحة ما لحظة باركة ما تشيش عاد يا رمزي يا عندكش علاش تستمشي ناتيلي لو غو دو لا ناتور نحب نختبر الذاكرة متاعكم البارح حكينا على حق الملح لحظة مجد شنية حق الملح المرأة والراجل كي عارس أي مش يصير بيناتهم ماء وملح أي الماء وملح هذاك أي الراجل المرأة ما يطيب ملح أي يعطيها هو حق رمضان وفيه امشي يعني انا اللي حكيته كل ان شاء الله يطلع وصل لكم بالرغم اللي انا مانيش فاهم حتى شيء من اللي قلته فوالا شادلي انت المعروف بفصاحتك وبلادك المراه شهر رمضان كامل وهي في الكوجينه فهمتني تصنف
والطيب وتعبة وشاقية ما بين الصغار والدار والواحد ما فيها بس أنه الراجل يهدي لها كادو وهو في العادات والتقاليد يهدي لها فردة يا ذهب يا حاجة فضة يا حاجة ذهب هكا اعتبارا ورد الاعتبار وعربونا محبة وإخلاص. سيبون رقتنا وكما قال الشعر ملح المرتك أنت ولا كل جبعة يهدي حاجة مهمة زرفها توا في الحكاية قالك يا ذهب يا فضة خاطر هو التزم باش يهدي الحصه اللي فاتت زرف اليوم الفضه باش يهبط له تشكيب عون في البركه الفلوس اللي تصورها من كل تردهم الذهب وتخبيهم كي رجال خاطر الذهب يقعد قيم فالور سيور تاع الفلوس في البنك كيف يزي شكيب عون تعرف صاحبي ذاك شكون فيكم باش يهدي حق الملح حس المنيل تاع انت عروس جديد باش تهدي انت هديت لا حق الملح راه في العيد نادي ديما نادي انا هديت لها باش نشارك في رمضان عمتي فوزي اخر رمضان انا هديت لها اول رمضان خاطر اول رمضان هذا فهمتي تسديت الماكله طلعت الماكله بنينه عطا حق السكر مش تاكل الماكله بنينه الملح مش طيب ماكله خايبه زيد عليها كادو يا ماجد تفهموا لا حول مش قلت لك المراه والراجل بيناتهم ماء وملح حق الملح تعطيه حق الملح والله يا عندك الحق اذا كان بالحق علمي غير تعطيها جون مازال يعرس هكا غير تدي للعنكوش هذيك اسم الملح اسم الحق انا بشهدي حق الملح اللبنه خاطرها ضيفتني في دارها ووكلتني ماكله ياسر بنينه صح. وطلعت بالحق بنت دار وبنت أصل وتعرف تفرح بالضيف هي من ناحية بنت أصل صحيح هذه مش طيب الجديد لا ماكلتها بنينة ميلة على الاخر امبوسيبل عايش نعيمة طيبت وهزتها ولا مشيت شريك يا منين انت علاش ما تعملش هكا وتنحي الشركة قدام العباد باش يصدقك الجمهور خاطر من بعد كانوا ذهب مش ديامونت والله عملت لنا شقة مفطر ما نصدقكش والله ما نصدقكش نرجعوا موضوعنا راهو حق الملح شكون باش يهدي حق الملح خاطر نتيلي غليت علينا في الخبز البارح كي هديت الذهب اي شوف شكون مجد شهادة حق بالرسمي جابت لنا مرة ماكلة لبنة مرقة صوص أقسم بالله لا تتاكل جنبي الحمد لله شهادة حق كذب على ربي حرام طلعت البارة ناتيلي أي طلعت البارة عليتها كيفاش طلعت البارة لأنه تهدي الذهب لأنه الراجل التونسي خاطر مرته تذوق الملح المرأة التونسية تسحق أكثر من الذهب خاطر استنى 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 اسمع بيلال كيفاش واش يا رزاق مرحبا بك نار على صاحبي غطس للعنكوش تستحق الديامونت ولا شنو على المرأة تستحق أكثر من الذهب يحكي على طار حديد برافو مون بتي ميرسي صحيح عندك كروزات وواحد وأمور كثيرة المهم الفيتير هذا جديد وحكاية جديدة معنا تيلي على حق الملح تو تعرف شكون غنى علينا الخبزة بالحق يا شادلي شوفوا معنا هما اللي في كل رمضان شاقين وعلى شهوينا تعبين من طاولة الفطور للسحور السنينة تيلي حبت تشكرهم على طريقتنا بعدم نعويدنا 1848 رمضان مصطفى خزندار روح القصره يلقى لنا كلثوم حضرة الطاولة حضرة القهوة العيد مدت الفنجال ويتستنى في حق الملح نتاعها يدها قعدت معلقة تنرفزت أما في قلبها قالت إيمين البكوش في صدره كفت لها الوزير قال لها لله نمشي نطل على سيدنا قالت له تفضل أما حضر الكروسة قال أمر أنت قالت له من وقتاش نسى يأمر على تحضير الكروسة قال خاطر لله كروستك مش تجي طلق بشباك تلقى كروسة بيضة وأربع خيل يكروا فيها فرحت تلفت تلقى الوزير يضحك قال لله كل عام وانت حيا بخير حبيتك تكون أول مرة في تونس عندها كروسة لا الموضوع مش عبد الستار الموضوع حق الملح معناتها وخزنا دار كيفاش اول مره هديه حق الملح دونك نحب تحيه سي عبد الستار كان يحكي لنا لهنا كنا نسمعوه كنا نتبنوا تحيه دونك يلا حق الملح دونك هاو اللي غلى علينا الخبز يا سيدي دونك شكون يحب يوصل الميساج المرته والام والاخت والواحد من الدار يقول لها ميرسي اللي تعبناكم بدلال في رمضان هذا معناتها تنجم تعوض حق الملح يا بليل تحب توصل الميساج بالطبيعه نحب نقول المدام رغم القروضات ما نحب نقول مدام يعطيك الصحة شكرا للبسمة اللي هبط عليك يعطيك الصحة والله بالحق ليه والله صنيفة يعطيك الصحة بالحق ما كنتش نعرف والله دي ما يقول لي راهو ما كلت مرتي بالحق دي ما يقول لي راهو ما كلت مرتي مش نرمال وبنينة برشا وذيك علاش ما نحبش نخرج من الدار خاطرها دي ما تصنف واحد عايش خلينا نكملوا مش هذا الموضوع خلينا نكملوا كل واحد يوجه ميساج واحد عايش على الكافتاجي من بعد اي ماكلة مش طيبة المرته مش تضر له بنينة دونك نحب نقولها بارك الله فيك ويرحم والديك وخذيت وربحت وكادو بقدرة الله تو نشري لك كادو اللي تحب عليه شادلي وجه ميساج للمدام على حق مرتي يعطيك الصحة تعبت شهر رمضان معانا فهمتني وصنفتنا والكادو هو جايك في اثنين تعبناك بدليل
انا نحب نقول زهيره اختي اللي رمضان كامل وهي لمتنا في دار بابا وتطيبنا وتصنفنا اللي نحبه احنا من الملح للحلو. نقولها يا زهيره ربي يفضلك هنا باش نجي لك كادو يهبل في العيد. انا الله. نحب نشكر ريستوران في المرسى تعب معايا رمضان كامل. انا نحب نشكر امي اللي معناتها كل يوم تطلبني تقول لي مجد نحب نطيب لك وبعد جينا قاعده طيبت لي حاجه اخرى. شكون تحب تشكر في رمضان؟ رغم اللي انا نحب نعتذر خاطر ما خليناك تشق فترك رمضان السنين بالكل. بالحق من بلاصه لبلاصه فوزي. اسمع تعبتوني السنين تعبتوني غري تعبتوني. لا اقوى رمضان بس لا وحاجه اخرى طيب موستني على قضيه من اول رمضان لتو عشان ما جبتهاش. نخرج السباحه هكا دبر راسك تصرف. اشكرها جزيل الشكر ربي ان شاء الله يبارك في صحتها وتخدم فيا مش في رمضان بركه تخدم فيا من نهار اللي عرسنا لتوا وهزتني بين سنيها ربي ان شاء الله يبارك لها في صحتها وربي يبارك لكل ام تخدم في وليداتها وتخدم في رجالها وتخدم في كذا. حاجه اخرى الجست اللي عملتها حق الملح مش لازم قطع الصيغه وقطع الفضه جيست حتى بقدر المستطاع حتى باكو ورد صحيت المهم دخل على مرتك السرور نهارتها حاجة تفرحها تكون تكون مهبة تصرف دبراسك كيف قلنا من الأول هي رمزية لكن فيها برشا محبة وبرشا تواصل وتحية نساء تونس الكل بصراحة. والله أنا جربت الجمعة الفايتة حبيت نطيب أنا حاجة ريتك الكرفي نوفل انا نحب نوفل حياتك تتدمر من الاربعه نطلع شنو لاباس لاباس منعوا منعوا بلاد نوفل انا بربي شطيبت يا نوفل بربي مش مصدق ماكش خلنا نسمعوا بربي خلي يقول لنا شطيب ماكش مصدق مطبقه مطبقه بديت بالقوي انت وشنو اللي خش شق فطر كان على مطبقه لا اخي مش طيب شق الفطر انا بروبوزيسيون جاري مطبقه لا طيب مطبقه اشتر عملت مطبقه واشتر عملت مريش اي باهي العجنه شكون عملها انا كل شيء كل شيء من الاول للاخر شايفين فيه النقص انا نحب نشكر بابا اللي عدينا رمضان ياسر محليه شقان فطر طيب بابا نحن في الدار ماما واش تعمل ماما تاكل الماكله بجاه ربي صرتوا هكا في العائله بابا يطيب احنا بابا مغروم بالتاتيب على الاخر بابا مغروم بالتاتيب على الاخر احنا عندنا في الدار ماما طيب نهار لحد سينو عامله مالكه في بيتي زوجي انت ما احلاش من هكاك يا ذولي هاكا تعرفوا قلبي كبير بارك الله عليك يلا شكون عندنا مازال يحب يشكر احمد انا نشكر امي سيغتو رمضان هذا تعبت معايا شويه خاطر مرتي مرضت شويه اول رمضان لطف عليها مديده امي طيبنا نهز عشيه مغادي ولا نشق فطرنا بحذاها وربي يفضلها وربي يشد لها في صحه الدار ربي يفضلها راد ماما مالوغوزمون رمضان هذا ماهيش بحذايا دونك انا ليا نشق في الفطر بحذا اختي دونك نحب نوجه تحيه لاختي سلمى وراجل اختي بسام نقول لهم ميرسي بوكو على الضيفه الحلوه اختك اللي طيب البن اللي طيب برشا حاجات بنات صدق عندك احكي قصه انا خويا حاب نشكر نعنوع والله فرهدتنا في رمضان ما تعرفوش المقرونه نتاع نعنوع انا الوحيد مازلت ما كنتش حاجه اسطوريه حاجه تكتب معناتها كيما اليذا والاوديسا صحيح كيما شنو اليذا والاوديسا اللي هذا واللي هو انا زاد انت منين جيت كيفاش نشكر ربي متاعك نحب نشكر ربي نقول ربي فضلك خاطر هي خرجت قبل رمضان عملت عمليه وبعدين رجعت في رمضان طيب لنا كل شيء ان شاء الله ربي يفضلك بها وماماتي زاد رمضان تحذانا وخطيبتي ما تبرش نسيه نحن في الدار فهمتش علاش كان امي طيب مش معقول باش ترد عركه والله ربي يفضلك يا بابا اخت اللعب نحب نقول هذه اغزر نحب نقول ميرسي لناتيلي على اوبيراسيون هذه حق الملح اللي خلاتنا كل واحد يشكر كنا نجمو كان مش ناتيلي ما نشكروش بالحق خاطر احنا ياسر احنا ياسر قعار ياسر ما نشكروش برجولية يا نوفل ننسيو ايش بدنا ننسيو ما تنسيش دي صافي بليزير كلمه بليش ياسر قعار انتم قعار احنا ننسيو انتم معناها انتم انتم قعار احنا ننسيو روحك تقول المنشط قعار هو قال انت اخي مع شكون حاسب روحك انت معنا مش مع القعار مع منال وهي كمل حبيت تقول الزين قال جدتك وخطيبتك وعيب عيب معناها خطيبتك جاي مطيشه في الدار هيك اللي تعمل شيء ما ياخذها باش باش امك تخدمها ما ياخذها باش امك تخدمها معروفه معروفه العائلات التونسيه ناس الطيب ناس الطيب وناس تغسل المعون يلا نشوف شيطان ما ترفعش ميرسي بوكو ناتيلي نلقاو الفيديوهات هذوما الكل كنا نتفرجوا فيهم على الباج فيسبوك ناتيلي
اذا انتم تحبوا تربحوا العزيز عليكم قطعه الصياغه ادخلوا الباج فيسبوك توا نتاع نتيلي فما فيديو مازلت كي هبطت حط كومنتير وادخلوا انتم زاده في التيراج السور كي تحط كومنتير وتنجموا تربحوا كيما اللي ربحوا الجمعه اللي فاتت اللعبه متواصله لاخر الجمعه هذه غدوه استناو عندنا فيديو اخر باش تشوفوه معنا في يضحك معنا وحكايه ياسر حلوه مع نتيلي على حق الملح. نتيلي لو غو دو لا ناتور. باش نعمل معاكم تو لعبه شنو عمل حشيشه البياعه في رمضان معناتها شكون رمضان السنه شاف حشيشه نتاع بياعه ولا حاجه؟ انا شفت حشيشه المعدنوس. نعم شفت حشيشه المعدنوس ما فهمتكش سخيل حشيشه زعما حاجه نبته يعني نبته هاي طيبوا بيها تي ولا حاجه مخها مسكر الطفله دي حشيشه يعني واحد تغشش في رمضان خضار ما تغشش لبنى نعم رجع سؤال استني انا تنجب لبنى بالحق متقلقه من حاجه والله ليه قلت لي شفت حشيش انواع بصراحه اي حشيش شفت انواع انواع كيفاش؟ الكل معركة الكل معركة على الحكايه فرق كله معركة دز على رمضان دز على رمضان تحت السره تلقى خيط ما تلقاش خيط ساعه شفت خضار يبيع في الحمص المنفخ امراه كبيره قالت له اعطيني 100 جرام حمص 200 جرام حمص يا اخي كي شدك قالت له لا هذا محسرم ما نجمش محسرم يعني محسرم لحظه ما تجاوبش اش معناتها محسرم؟ شنو هو هو سي الحمص المنفخ محسرم اش معناتها؟ اش معناتها محسرم يا فوزي؟ فكرتني قبيله في التران واحد يجري واحد تران يجري لا بالحق بالحق اسمع هذه عندك الحق التران يجري واحد يجري واحد يجري بجرته شكون يجري بجرته شكون يا فوز التران يجري والراجل يجري بجرته التران في جري قوي قوي برشا وجماع اللي في التران يضحكوا 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 تاع شنو ماتوا بالضحك خرج واحد من الشباك قال له يزيا من جري قتلتنا بالضحك قال له سامحوني في عباره قال له يا ولد الحرام كان تعرف شكون انا تموتوا بالرعب قالوا شكونك انت شوفوا شوفوا نرجعوا للحمص محصرم انا نجي امشي شد محصرم هو المحصرم عديها باقي المحصرم ولا المحصرم هو الحمص هو الحمص هو اللي ما هو الذواب في الماكل صحيت الله يا ولدي شدي يدي يبسك محصرم قال لا والله جينا ما يخرج ما يخرج اي قال والله حاجه والله لا قال راهو الحمص هذاك منفخ انا البارح قالت له واش قعدتوا هكا قالت له باهي جويد ظهر لي جويد ماهوش باهي يا اخي باش تناس باهي بعد شويه قالها لا والله باهي راهو ناكل من البريمه راني قزت قالت له اسمع هذه ظهر لي كاينه منتن ماهوش نتاع البارح هذا على الاقل عنده جمعه قال عنده جمعه اي ها والحمص اها اها ضرب المراه لا طرتو فاش يعمل فاش يعمل يهز هكا فاش يهز فاش يهز الحمص الحمص محسرة محسرة ها كل فهمنا كان اها حتى للي وبعد قعد لك الماء نتاع الحمص هزوا عملوا هكا وحطوا فوق راسه وكل عزيز عملت هكا في والله يضحك في كل يوم عملها شادي مثلا شادي يا ودي ايش شدي ولا ايش شدي نعاودوها نعاودوها اعاده تمثيل الاحداث ايش يلا انت رجلك البياع وانت ابدا حمص السنه محصر انت مراه كبيره لا يا مراه كبيره الحمص الذواب استنى الكاس الميدين اعاده تمثيل الاحداث ماذا حدث في باب الفله يلا انت مراه عزوزه ها والحمص الذواب كملوهم يا كمان تاع البارح انا ب 700 حمص يعيش ولدي تفضل يا حاجه ب 700 ها باش نزيدك ب 900 تفضل ها في قرطاس امورك هانيه هذايا هاو حمص محاصرم محاصرم والله لا يا حاجه والله لا هو محاصرم يا ولدي هذا ذواب هذاك هاو ناتن هذاك والله البارح نفخته يا حاج مالا ها ليه؟ 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 اقرا السيناريو اقرا السيناريو لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله سامحوني لا حول ما يمرش هما لا لا باش يبدا فما باش يبدا فما دافع درامي درامي مش مرتين اه اوكي ساعة ما تاخذش الحمص تجي تاخذه وتبطل وجبد له 200 سبة باهي يمشي لحظة نعاودوا من الأول أكسيون اه والحمص الذواب كملوه يا كم حاجه مرحبا يا حاج اعطيني 100 جرام حمص نعطيك ايش قاعد نعمل انا نعطيك تفضل اه في القرطاس تفضل هذه 200 جرام نقص لي قلت لك 100 جرام باهي نقص لك تفضل ها هذه 100 جرام نحب 70 جرام 70 جرام تطلب تاخذ يا حاجه ما يسالش نحب 300 فرانك
300 فرنك باه تفضل. عندي كان 150. خذ 150 يدخل عبد البعض. تفضل هاو ب 150. هذايا هاو حمص محاسن. محاسن محاسن تي ذواب هذاك ثم تحطوا يذوب. هذايا هونيت انا والله منفخوا البارح. هذايا هونيت اني عايش ولدي الحمص. منفخوا البارح راني. هذايا الحمص ناتن ولا ريحتك هذايا ثبت لي. ريحتي انا ما الحمص ماهوش ناتن. لا الحمص ناتن ما طيبش بيه انا وكي راجلي طلقني انا بعد سنين. غاور غاور غاور. ما كملتش حديد السطن فوق راسك. لا هذيك باش نقصها في المونتاج. فيسع خلينا نحكي لكم على البياع قبل ما نمشي الفقرات. شنو عمل حشيش البياع؟ خضار يبيع في الضلاع. جه واحد قال له قدام الناس راك تغش في العباد وتباع لهم في الضلاع عني. يصيح هكا والحظ المهم اسمع راه يغش في العباد وبيع لهم في الضلاع عني. شنو عمل يا منال؟ شد الضلاع لبسه له في راسه. لبسه له رانيا. حل الضلاعات الكل باش يظهرهم اللي هما اقوى اقوى. فشخ الضلاع. فشخ ضلاع. هز الضلاع وفشخ فقط. وقال اها على راسه. ها ضلاع ضلاع ضربه ضلاع وحل ضلاعه وبدا يوكل فيه بالسيف. اي 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 من اللي عنده. حلو. سلكها وهو صايم بالله نوفل؟ لا هو محاسب. قبل. بو عائله مشى للعطار يا بلال باش يكردي قضيه يا اخي العطار قالوا له كريديك معبي ونبزوا قدام البياع الخد قال لي باش يقضيه الكل. ذاك كان الكريدي قطعوا. قالوا اعطيني باش خلص. سيب له فار في وسط الحانوت كلالو كرني الكريدي. عايد الفوزي من قمره خلص له الكريدي. صادق. ضربوا بكيلو. لا برتل. مروح. لا غفلوا وسرق له كرني الكريديات وحرقهم قدام الحانوت. برافو بلال. برافو بلال. برافو بلال. اي حاجه نحكيو بالرسمي. والله راه هو يمكن يتفرج فينا والله اعلم يمكن يتفرج فينا. اما حرام قبل واحنا صغار. في الايامات الليسي عندنا واحد قابل الليسي يلعب بلاي ستيشن وكذا وكنا نكرديهم من عنده اشترى الليسي حصيله طحنا بالكرني بتاع الكريدي وقطعناه برا رجع خلص. سامحنا انا نذكرت عندي يجي 10000. سامحنا عندك اكثر عندك يجي 200 و300000. قال لي بدي 300000 برو عليك. ايوه هذايا اللي زاد اللي مسكين قطع له كريديات العباد كلها حرام عليه. قال لك فما عطار لقى فار في الحانوت ما كلاه حتى شيء الفار حتى شيء كلاه كان الكرني نتاع قال لك شدوا البرا يعذب فيه يعذب فيه هذا ما لقي لا عجبك لا مقرونه لا عجبك الطن كان كرني الكريدي قال لك يغطسوا هكا في المنخرج كيفاش يحطوا هكا ها الطفل هذايا كلنا نعملوها. طفل دخل برفيمري وبدا يبرفن من البرفانات الكل يتستي وما شرى حتى واحده. شنو اللي صار يا فوزي؟ استعمل مع العنف من الحانوت. استعمل مع العنف وروح حزينا مسرورا مسرورا. منال حط له دبوزه بارفان في خشمه وقعد يشم فيه حتى شي نداخ حتى لي نداخ. رش له البارفان في عينيه. رش له البارفان في عينيه. حط له السم في البارفان. لا لا ريتو الطفل هذايا محاصر كل حمص والله محاصر. بلال شو عمل؟ ميرسي بلال صادق. شو عمل بلال؟ هذيك هي هذه اللي قلت هذيك هي ضربوا مو لحقوا لبرا صب عليه دبوزه بارفان تاع بنات. اوه خليه فضيحه. بلال هو يصب عليه كيفاش قال له؟ ها 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 بارفان ها بارفان ها بارفان. واحد مشى للحجام وبدا يتشرط عليه في الحجامه وبعد ما حجم حسب شروط الكليون قال له ما عجبتنيش. لا قرعوا خرجوا كيما صادق وشادلي ونوف معناها خايبين. قال له خلي له تورو تونياك. احمد شنو تعمل له انت؟ يمرجك يمرجك كبده بعد تقول لك لا ما عجبتنيش. حط له الشاب صليح في الحجام يسمع فيه. الاجابات نتاعي ما تعداش في التلفزه. انت لو كنت تتعداش في التلفزه اجابات ما تعداش في التلفزه. كل ما نيش حاجر ما نيش مركز. في الجمال طاف 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 وعنف شوي وعنف تعريض على عنف. حاطين لك شنو نحن غادي يا ولد. نوف شنو بيش يقول لي ما عجبتنيش نقول له هاي مسيرش. ركز يا كنتريح لحظة شلابك اسمع. عندك كونديكتور ركز باسمك عينيك تبدا محلوله وفي ظهرك عينين. كي يقول لك المنشط كذا لازمك تبدا فيه. مو يلزم اه اسكت لي نوفل. لا
ادوار ادوار يا ودي كل مره تقول لي انه كتبتي اي ما تعديوش انه كتبتي اي ما تعديوش انا دوري جايبينك عليه جايبينك عليه خويا جايبينك عليه انا ما نجاو ما تتعاملش انا ما نجاو زعيم شنو الحكايه هذه انا دوري انا غايضني غايضني القطاع انا المغرب هربت فينا يا خامس انا دوري انا دوري في الفوتوره يا عمي استنى انا نلعب دور المونفوتيست انت تلعب دور الكراكوز انت لازم تتكلم وتعمل هي ها 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 انا هوني يسالني كل ما عينيش اذا جاءتك مثلمتي من ناقص فعلك بأني الكاذل لحظه مش شهاده بأني كامل نحب نعمله في حومه شعبيه دونك راجلك يتعارك وانت كمراك اللي تبدا يا امشي تراح ارجع تراح خبي اكل يد ليه ليه انت استلم وانت وانت امراه ما كان مقعد انت غادي مرمطه تخدم هي مرتها امشي تراح تبدي نرمر ما يقول لك هي تحتي سدد علينا هذا بلي العاده ما لعينا خلي شي يهز يا خايف يا خلي الناس نرقدوا يا بابا يا خلي الناس نرقدوا يا مسبوح يا متاع الحوس خلي الناس نرقدوا يا يا اسك يا انت يا اسك اسكت علي خبرت قلبي يا اسك يا ريان الخيم جا الباير العافنة انا راجلي شو محلي بشعر وابكي على همك انت ماخذة اصلع شو اتكلم فيك يا بي هاي ميرسي بوكو حاضر ناشر راهي تقطر على اولادي قاعد ناشر قاعدين قاعدين هو عنده مشاكل دوشوا ياسر خويا ما شاء الله وش يهمك فينا انت سكري فمك ما نحكيش معاه تحكي مع رجلها اي نحكي مع رجلها ندخل ندخل ولا تصيب عليك بلا حاجه الفل قطر على طول الفل سلقطع ما يرضيك هذا مش معنى عرفتوا شكون علي النجار ونكملوا معاكم دونك في ديفيات عيش تونسي حلوين برشا لديفي نعيمه شادلي صادق شفنا عبد الحميد جايز زاده لديفي كيفاش نجم تقنع تونسي باش يصحح باش ينجم يغير الواقع وادخلوا انتم العيش تونسي وشوفوا ال 12 البند هذوما واذا انتم موافقين تنجموا تصحوا شوفوا مع بعضنا التحدي جديد عيش تونسي السلام ومرحبا بكم انا المهم نتاع اليوم باش نقنع مواطن ولا مواطن باش يصحح على وثيقه التوانسه تابعوني وان شاء الله ربي معايا لاباس عليك شنو احوالك الحمد لله اش عام الحمد لله صباح الامور الحمد لله استنى في الكاره الله يسلمك الكاره تخدم في العشر تاع الصباح تخدم بالليل من وقتاش نخدم من العشرة حتى الصباح الصباح نتوا نروح شيء ما فماش كيره انا مشكيره اسمعني نعم نساش نقعدوا شويه عندي علاش تصور نقول شنو نتصور يجي جاو تنفسر لك ايش اقعد اختي ارتاح اسمع ساعة قبل كل شيء شو اسمك انت؟ انا محرزية تعجيل شوف شو تخدم؟ نخدم في معمل هاني نخدم مع الوقت شنو الامور سافا ولا؟ والله الامور ما تعجبش عليه شوف راك تشوف الدنيا الغلي الوقت صعب الدنيا غليت برشا ما عادش واحد خالتي انا نخدم الراجل اللي يخدم ما عادش خالتي باهي انا باش نقولك انت سمعت بها وثيقه التوانسه هذيك تاع عايش تونسي سمعت بها وكلموني برشا مرات وما نحبش نسمعهم وما نحبش نشاركهم وما نحبش عليها لا 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 عايشك علي تحكي لي عليهم راه فما فرق بين مثلا حزب سياسي عامل برنامج وبين وثيقه التوانسه هذا وعايش تونسي هي جمعيه مشات حكيت مع برشا التوانسه وحكيت على مشاكلهم وحكيت على امورهم وكذا وخرجت 12 نقطه هذو انا عامله كارني الاصفر هذاك اللي يحكيوا عليه كل
عام نخلص 10,000 وكي نمشي باش نقايد ولدي ولا بنتي نخلص باش نصور باش نعمل تحاليل نخلص علاش عاملين هون الكارنيه ذيك؟ يا بنتي شفتها تعملت الوثيقه شفتها ريتها شفتها وكلموني ما نحبش نعيشك عليه عليه لا 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 سامح من غير ما تقنعني بها لحظه برك ما نحبش نشارك ما نحبش نشارك ما نحبش نعطي رايي في حد شيء هيا سامحني سماح سماح ربي معك ربي معك نعيشك أقعد ارتاح محرزية برسم ميمتك وما تغشش علي خليني أنا بركة نفسر لك حاجة أنا لاني رجعتك تعرفش علاش حبيت نقول لك حاجة بركة راو أنت اللي تحكي فيه كله صحيح عندك فيه ألف حق غير ما تحكي لي كانت لعب في الكارنات الكلام الخايب السرقة في كل حاجة تمشي في الشارع أنت ما تشوفش توا في النهار هكا يا عبيد تتحرك إيجا العشرة وإيجا الأحداش وإيجا نص الليل تشوف هنا واحدة من الناس الشهر خلص فيه 190,000 من صغارية أبار مكيت أبار المجد أبار لبست مجاي العيد أنا يا خاي من نمشي نسرك نمشي نطلب كيفي ما فهم الشي ريت يا ما توا علاش أنت قلتك باش تعمل الشي هو ما فهم شي ذاك علاش تعمل الجمعية التواس كان جات البلاد لباس وكل شي ومورها ستة زيت يعملوا فيها الواش الجمعية يصحوا في الوثيقة الواش من أمورنا واضحة مريق لسافا احنا تعملت الأمور هذه خط البلاد ماهيش مريق خط البلاد ماهيش محطوطة على السكة خط المستقبل البلاد غامض ناخذوا بلادنا بيدينا ما نسلموش فيها وقتاش بلادك ما تسلمش فيها كي تبدا هي زاد ظروفها خايبه هذوما راهم توانسه كيف كيف معناتها هما اللي صحوا على الوثيقه ذي معناتها انت صوتك انت معاهم باش يزيد يقويهم باش البلاد تزيد تتصلح تنجم تتصلح تنجم تتحط على السكه معناتها ذاك علاش انا نقول لك بالتصحيح نتاع عيش تونس انت باش تزيد قوه للناس هذوما باش ينجموا يحطوا البلاد على السكه فهمت ماهيش جاي من فوق هذه نابعه من عند عباد نابعه من عند التوانسه عاملين بنود يحبوا يعرفوا كيف هما يقروا كيفاش باش يعيشوا. علاش نعطوهم اخر فرصه؟ باهي نعطوهم اخر فرصه من الثوره اليوم مع المره الجايه والشهر الجاي احنا المره هذه باش نعطوهم اخر فرصه نشوفوه. هلا نرى يعملونا حاجه ويصلحوا البلاد ويصلحوا كل شيء كل شيء. باهي اوكي معناتها انت باش صح. باش نمشي صح ونشوف. باه لما حالة شيحت لي ريكي انت محرزي تعبتي خلاص اما باه كي نسمع اللي انت على الاقل كي خممت وفكرت وحسيت انه الجمعية ذي معناتها تنجم انت صوتك وتصحيحتك اليوم تنجم تساهم انه البلاد تتحط على السكة ان شاء الله ماذا بيا والله ماذا بيا فهمتني ولا تحسن وما خير ان شاء الله ربي يقدر الخير وكا ان شاء الله والله ان شاء الله ومرسي بوكو عايشك مرسي بوكو عايشك معناتها مرسي كانت مهمة صعيبة لنقنع محرزية على خطر ما عاد عندها ثقة في حتى حد المهم وصلت اقنعتها بوثيقة التوانسة وانتو ما زاد ادخلوا الفيسبوك شوفوا عيش تونسي شوفوا البنود نتاعها لو كان اقتنعتوا صحوا على وثيقة التوانسة على خطر وثيقة التوانسة ان شاء الله باش تخليكم تعيشوا في تونس مخير اضحك معنا متواصلة فاصل ثم نعود